وبعد، فنتمم بحول الله ونستمر مع الآيات البينات من سورة البقرة استبصارا لما بها من بصائر وبعض الحكم مما أفاء الله به علينا بهذا المجلس المبارك، متعبدين له سبحانه، راغبين فيما عنده من فضل وتسديد وترشيد. والكلام اليوم حول قول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. إلى ما بدأ، وقد بيّن الإمام الطبري رحمه الله فيما بيّنه من بيان أن الله جل وعلا امتن على بني إسرائيل وذكرهم، والخطاب ليهود زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم إلى يوم القيامة، يذكرهم الله جل وعلا بما أنعم عليهم من إرسال الرسل. وكما ذكرت قبل مرارا أن الخطاب في القصص القرآن ليس خاصا بأقوامهم الذين وقعت فيهم الأحداث، وإنما هي عبر متعدية وحكم دائمة خالدة، وإنما هي صفات وعلل تتحقق آثارها في كل أمة تحققت فيها مقدماتها. دائما النتائج تبع المقدمات، والمسببات تبع الأسباب، والأحكام تبع الصفات. اللي بانت فيه وتحققت فيه صفة ديال الخير راه كتحقق فيه نتائج الخير، ومن تحققت فيه صفة الشر والعياذ بالله ترتب عن ذلك طبعا نتائج الشر والعياذ بالله. ولذلك الإنسان دائما من اللي يقرأ القصص القرآني ما يبداش يبقى في الخيال دياله يقول هادوك كانوا والأمر لا يعنيني. إذن القرآن ما عمك يتكلم، هو لا يحدث ولا يخاطب بني إسرائيل فقط في أنفسه، وإنما يخاطبنا نحن المسلمين بما جحد بنو إسرائيل، تنبيها لنا طبعا ألا يقع لنا مثل ما وقع لهم، وألا نتصف بمثل ما اتصفوا به حتى لا تحل علينا اللعنة والعياذ بالله والغضب من الله نعوذ بالله. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. من النعم العظيمة أن الله عز وجل جعل خيط النور واحدا، خيط النور ديال الهداية واحد عبر تاريخ الرسل جميعا وعبر تاريخ الأنبياء، مما نزل من الآيات من الكتاب، من أول ما نزل على أول رسول إلى آخر ما نزل على آخر رسول. كلام واحد، كتاب واحد، نور واحد، لا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يفرق بينه، لا نفرق بين أحد من رسله. فاسبق الكلام في الحصة السابقة عن نوع آخر من التفريق: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذاك تفريق في الكتاب نفسه اللي كيتعلق بالشريعة ديالك اللي جاتك، وهذا نوع آخر من التفريق، التفريق بين الأنبياء والتفريق بين الرسل والتفريق بين نور الله ونور الله. وإنما هو نور واحد، وإنما هي وظيفة واحدة، وإنما هي حقيقة واحدة. ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب الذي سمي في عهد موسى بالتوراة، وسمي في عهد عيسى بالإنجيل، وسمي في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن، الكل اسمه الكتاب، فإنما هو من مشكات واحدة، كل كلام الله عز وجل جاي من نور واحد هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن أو قل القرائين وما أنزل الله من الكتاب عبر التاريخ عنده خصائص وصفات واحدة، أنه جمع الناس على مبدأ واحد، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذا النبي وذاك النبي وذاك النبي ممن أرسل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمة أمرت بالإيمان برسولها وبمن قبله، طبعا ما يمكن لهمش يعني يأمنوا بشي حاجة ما زال ما جاتش بعد مما لم يؤمروا به،
وإنما هيئوا لئن بعث نبي بمثل ما بعثت به رسلهم وجب عليهم التصديق، كما كان في الميثاق ديال بني إسرائيل من اليهود والنصارى. في التعبير القرآني وقفينا من بعده بالرسول، قفينا يعني أتبعنا كما قال الطبري رحمه الله. وهذا يفيد شيئا عجيبا، أن نور الله تعالى لا ينقطع، نور الله لا ينقطع، لا توجد أمة إلا وخلا فيها نذير. كل أمة من الأمم، كل مرحلة تاريخية من مراحل التاريخ إلا وهي محاسبة بما قبلها من أنبياء ورسل. فنور الله سبحانه وتعالى ممتد من السماء إلى الأرض، لا يخبو ولا يخفوت، وإنما الذي يخبو ويخفوتو ما بقلوب الناس من الإيمان، هذاك اللي كيضيع. ويدخل في ذلك أهل الفترات على غير ما هو مشاع بين كثير من الناس خطأ. يتصور الناس بأنه يعني مرحلة ديال الجاهلية قبل الإسلام يعني الحق ما كانش قاع في خطرة أبدا، نور الله لم يكن أبدا، بل كان، وإنما الظلام كان أعم وأطم لأن الإيمان انقرض. وإلا فبعض القصص الطريفة تشير إلى أن خيطا من النور لم يزل مستمرا إلى اللحظات بل السويعات التي كانت قبيل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وما قصة إسلام سلمان الفارسي عنا ببعيد؟ سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كان إيراني فارسي من عباد النار، وهاجر من بلاده يبحث عن الحق من بعد ما وجد أن عبادة النار أمر لا يقبله العقل. ورأى من بين ما رأى قافلة من الرهبان، واحد الرهبان ديال النصارى دازوا على البلاد دياله، فرأهم كيف يتعبدون بليل وكيف يذكرون الله وكيف يصلون، فأعجبه ما عندهم من الحق ولزمه تبعهم. هذوك النصارى بداك الخصوص اللي شاف سلمان الفارسي ما كانوا في بحال النصارى ديال اليوم، ولا حتى بحال النصارى اللي كانوا في ذاك الزمن، بل كانوا من النصارى الذين بقوا على بقية ما بقي من صحيح دين المسيح عليه السلام. أن الكنيسة في ذاك الزمن تفرقت وقالوا بالتثليث وضاعت العقيدة ديال الدين قبل تلك المرحلة بزمان. والناس من النصارى اللي بقوا على الحق وما كيقولوش المسيح ابن الله، كيقولوا عبد الله، اضطهدتهم الكنيسة، كنيسة اضطهدتهم وحاربتهم وهربوا وبنوا الأديرة، هربوا من الكنائس إلى الأديرة، يعني باللغة ديالنا حنا خرجوا من الجوامع للزاوية، لأنه ما ديرش القياس في عقلك، يعني لأنه طبعا الجامع خير من الزاوية احنا عندنا لا شك في ذلك، ولكن هما بالنسبة لهم الجوامع ديالهم اللي هما الكنائس احتلوها النصارى المعوجين، ما بقاش فيها الدين، بقات فيها الوثنية. من بعد ما دخل أحد إمبراطور روم قسطنطين حوالي القرن الرابع تقريبا بعد الميلاد دخل في المسيحية، عوج المسيحية وقضى بصفة نهائية على الدين المسيحي السليم، وتبعوه الأغلبية الساحقة ديال النصارى تبعوه، واللي ما بغوش يتبعوه بقوا على الحق ديال الدين ديال المسيح الحقيقي هربوا، مشاو بنوا الأديرة في الصحارى، مشاو للخلوات والصحارى، كل واحد كيبني واحد البيتة واحد الصمعة، وجلس عبد الله هو وصاحبه جوج ثلاثة ما كيتعدواش، لأنه إلا ساقوا لهم الخبر النصارى الآخرين كيدبحوهم. هؤلاء هم الذين مروا على سلمان الفارسي في بلاد فارس وشافهم وعجبوا هذاك الإيمان اللي عندهم وذاك الدين، لأن عندهم الدين الحق، فصار معهم يعبد الله على نهجهم، وكانوا عارفين من الإنجيل الحقيقي اللي كان عندهم هما وما كانش عند غيرهم، لأن غيرهم حرفوا وبدلوا وغيروا، كانوا عارفين بأن قريب الوقت ديال بعثة نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. وعاش مع الأول والثاني والثالث، القصة فيها تفاصيل، وإنما كتهمني العبرة. كل ما مات واحد منهم كيصفطوا الآخر كيقولوا سير للدير الآخر، تلقى واحد باقي على هذا الدين ديالنا، واحد يعني الأرض كلها فيها واحد اثنين ثلاثة، حتى بقى مع الآخر منهم الأخير. فلما حضرته الموت أو الوفاة قال له يا فلان لقد حضرك ما ترى، فإلى من توصي بي؟ راك كتشوف راك يعني جاك الوقت ديال الموت ديالك، لمن توصي بي؟ لمن نمشي؟ شكون اللي لقى عنده الدين الحقيقي؟ قال له ما بقي على وجه الأرض من هو على ما نحن فيه من الحق أحد. انتهى. قال ولكن قد أظلنا زمان بعثة نبي يكون بأرض ذات نخلات، ووصف له الأوصاف بالضبط ديال المدينة المنورة. ففي هذيك الوقت بالضبط اللي كان كيتكلم هذاك الراهب مع سيدنا سلمان، سيدنا محمد راه بدا كينزل عليه القرآن، ولكن راه باقي في مكة، مازال ما هاجر للمدينة.
فقدر الله عز وجل أن الأقدار ساقت سيدنا سلمان إلى المدينة من بعد ما تمحنوا ومشاف الطريق وقبطوه بعض العرب وردوه عبد وباعوه، فإذا به من قدر الله عز وجل أنك يبيعوه لواحد اليهودي ساكن في المدينة المنورة باش يكتب له الله تعالى يشوف سيدنا محمد ويأمن به عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هذا إنما سقته لبيان أن النور لا ينقطع، الله تعالى ضمن النور ديالو يبقى في الأرض إلى يوم القيامة، والآن وبعد الآن وبعد الآن لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يلقوني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحق يبقى ما ينقطعش نهائيا. ولهذا إذن نور الله واحد، وإنما تجلياته هي التي تختلف، مرة كيجي في صورة ديال التوراة، مرة يجي في صورة ديال الإنجيل، مرة يجي في صورة ديال الزبور، وقبل ذلك في صورة ديال صحف إبراهيم وما أرسل الله قبلهم جميعا إلى نوح. هكذا نور الله باق، ثم ما أرسله الله وما أنزله بعد ذلك جامعا مانعا لكل النور الذي أنزل الله جل وعلا وهو القرآن العظيم. يعني هذه الحقيقة تلعب بها اليهود وتلعب بها النصارى، فكل أمة من بني إسرائيل تؤمن بعد لأي برسولها، يعني من بعد المحنة وتماركت أمن طائفة منهم بالرسول ديالها، ولكن كيدروا الإضراب على أي رسول يجي من بعد. فاليهود كما تعلمون آمنوا بموسى من بعد ما آمنوا ورفضوا يأمنوا بسيدنا عيسى، لكن طائفة من بني إسرائيل، طائفة اللي تسموا من بعد بالنصارى، آمنوا بسيدنا عيسى ولكن رفضوا يأمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فحتى واحد ما كيكمل الخير، والله جل وعلا لا يقبل الحق إلا كاملا، لا يقبل الحق إلا كاملا، فلا يجوز التفريق في الإيمان بين أحد من الرسل. الرسل كلهم جميعا على منهاج واحد، كلهم جميعا على منهاج واحد، يبلغون عن الله ويدعون إلى الله جل وعلا. ومن الخصائص التي تميز بهذه الأمة أنها تؤمن بجميع الرسل مما سبق ولاحق وختم، بدءا بآدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه السلسلة ديال النور رب العالمين يغضب من كل من يقطع اتصالها، ويغضب من كل من يحرف ويبدل ويغير، لأن الدين واحد مستمر، ولأنه سيبقى كذلك إلى يوم القيامة. إذن العبرة اللي عندنا من هذا الشيء، نحن المسلمين هادوك بنو إسرائيل، أنه لا يجوز لنا نحن أيضا أن نفرق وأن نقطع سلسلة النور الخالد. يعني ما خصوش يجي إبليس ويوسوس لنا ويقولنا ودي بعض الآيات راه كانت كتعلق بذاك الزمن ولا تتعلق بهذا الزمن، أو بعض أصول الدين أو بعض حقائق الإيمان. النور نور واحد متصل مسترسل إلى يوم القيامة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ هل علة؟ علة اليهود الاستكبار، وعلة النصارى الاستكبار، ويخشى على هذه الأمة من الاستكبار. علاش اليهود ما أمنوش بسيدنا عيسى؟ لأنهم تكبروا، وكذلك النصارى ما أمنوش بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم تكبروا. علاش تكبروا؟ لأن الإيمان الذي يأتي لتجديد حقيقته البالية في قلوبهم يلزمهم بما لا تهوى أنفسهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. النفس حينما تغير أو تبدل، تغير الحروف أو الكلمات أو تغير المعاني، ماشي بالضرورة ودي وقع التحريف العبارات كما وقع التوراة والإنجيل، ممكن يوقع التحريف المعاني، تبقى العبارة هي العبارة ولكن يلعبوا بالمعنى كما يقع في هذا الزمان لكتاب الله، يحاولون لكن طبعا لن ينجحوا بإذن الله عز وجل، لأن الله ضامن توثيق القرآن نصا ومعنا حتى المعنى ديالو موثق، ولا يستطيع أحد أبدا أن يغير من مضمون الدين إلا ما يقبل الاجتهاد الشرعي الحق، ولو دونوا في ذلك ما دونوا من المواثيق ومن الوثائق وكل ما يصنعون، لأن الأمر هذا بيد الله ماشي بيد حتى المسلمين. لكن يحاسب المؤمنون على تخليهم وعلى انهزامهم عن القرآن الكريم، لأن عود ما أنيط بالمؤمن أن يعبد الله بالحق على الحق
ولا يجوز له أن يقبل التحريف في دينه ولا التغيير في معاني كتاب ربه. فالأنفس إذن ينبغي إن أرادت أن تنجو من الاستكبار على الله جل وعلا ينبغي أن توطن هواها لما جاء الله به ورسوله. إنسان بعض الأحيان يقرأ القرآن ويشوف شي حاجة نفسه ما كترضاش عليه وما تعجبوش، سبحان الله. أوليس هذا الكلام كلام الله جل وعلا؟ أوليس الله جل وعلا هو رب كل شيء ومليكه، خالق الخلق كله، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور؟ فإذا إذا بقي عندك شك في الله عز وجل فهذه مشكلة، خصك تصحح أولا عقيدتك في الله سبحانه وتعالى والإيمان ديالك بالله سبحانه وتعالى، كيف هو، كيف إيمانك، كيف يقينك. فإذا كان اليقين على أن الله الأحد الفرد الصمد جل وعلا قد أنزل هذا الكتاب وأن ما بهذا الكتاب من كل الحقائق الإيمانية حق وحق دائم خالد لا يتغير بالزمان ولا بالمكان، فيجب أن تخضع نفسك لله وأن تذل أهواؤك لله، هذيك العبودية وهذاك الإيمان. فالعبد إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لكتاب الله، التسليم لأحكام الله، التسليم لحقائق الإيمان. ما معنى التسليم؟ يعني يكون عندك رضا داخلي، وخا هذاك الشيء يعني جاك على غير ما تهوى وعلى غير ما تريد، تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الإيمان، وإلا فلا. وهذه هي العلة التي حينما خالفتها بنو إسرائيل وقعت فيما وقعت فيه من التمزيق لحبل الله والتقطيع لنوره والكفر ببعض والإيمان ببعض. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني اليهود كانوا يتصرفوا وما زالين يتصرفوا بوحشية، يعني لما يجي نبي جديد كي يجدد له التوراة ولا كي يجدد له الإنجيل والقرآن ويجددهما معا كيعجبهمش الحل، كيقلبوا كيديروا يحلوا المشكل. كيفاش يحلوا المشكل؟ يغريوا هذا النبي يبدل الأفكار دياله؟ ما يمكنش، وما عارفين، جربوا مع الأنبياء أن النبي لا يستطيع أبدا أن يغير ولا أن يبدل، لا يستطيع، لأنه مملوك، الأمر دياله مملوك لله الواحد القهار، ماشي هو اللي يطلب الوحي قال له نزل، وإنما نزل عليه قضاء وقدر، والله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء ويختار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أي نبي؟ إنما هو مرسل من الله وإنما هو مستجيب لله. إذا الحل الوحيد عندهم خصهم يحيدوه من الأرض، يحيدوه من الأرض بأحد أمرين، إما بالقتل وقد صنعوها مع كثير من أنبيائهم، وحاولوا ذلك مع رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حاولوا أن يقتلوه بإلقاء حجر على رأسه من على بعض حصونهم، حاولوا أن يقتلوه بتسميمه وقد سم عليه الصلاة والسلام، حتى إن السيرة تقول إنه مات من ذلك، بل بعض الأحاديث الصحيحة تقول إن سم بني النضير كان يعاوده من حين لآخر، كل سنة كان كيعود المرض، كيجيه المرض، كيجي حمى ديال هذاك المرض، كان يعاوده مرض سم بني إسرائيل على رأس كل سنة، على رأس كل سنة، حتى كانت سنة وفاته عليه الصلاة والسلام، فقال ما أراه إلا سيقطع وتيني، الوتين هو حبل الوريد، وكذلك كان. فمات عليه الصلاة والسلام شهيدا من سم المرأة اليهودية التي سممت الكتف، أعطته واحد الكتف مشوية مسمومة. فإذا هذا المعنى الذي كانت تمارسه يهود وهو القضاء على الحق ولو بالإبادة، ما زال عندهم في العقيدة ديالهم في المنهج ديالهم الفكر فعلا الصهيوني فكر ديال الإبادة، وفي كل ما يتعلق بالحق، إذا كان حق يتعلق بتراب وطني ولا زال جيل يشهد بتراثه على آبائه بأنهم كانوا هنا منذ آلاف سنين، الحل الوحيد ديالهم هو إبادة ذلك الجيل كما وقع ويقع في فلسطين. عقلية الإبادة عقلية متجذرة في الفكر اليهودي، وكما صنعوا في أمريكا من قبل، راهما الفكر الصهيوني اليهودي هو الذي أباد السكان الأصليين الأمريكيين صيغة أوروبيين، يعني صيغة أوروبيين، لكن المخ مخ يهودي، لأنه كيحاولوا من يشهد بالحق يحيدوه من الأرض، ولا يزال ذلك إلى الآن في كل مكان. أو أنه يقلبوا الحقائق، وهذا أضعف ما يفعلون، يقلبوا الحقائق
يعني الحق يسميه باطل والباطل يسميه حق والصدق يسميه كذب والكذب يسميه صدق. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فعلاقتهم بالنبوة والأنبياء بين أحد شقين لا ثالث لهما، التكذيب أو التقتيل والإبادة. والسبب في ذلك الاستكبار على الله، ما راضينش بحكم الله، ما رضوش به، خصهم هما يتشرطوا على رب العالمين. الرسول هك المواصفات ديالو هما يمليوها، أن يكون منهم وأن لا يكون من غيرهم، وأن يأتي فقط بالأحكام التي ترضيهم لا بالأحكام التي لا ترضيهم. وهلما جرى من السفاه الذي لا يرضاه الله جل وعلا والذي ينقض حكمة خلق الكون، هذاك السفاه ديال اليهود ينقض حكمة خلق الكون. وما حكمة خلق الكون؟ الخضوع، لأن يبدأوا ما يمليوا على الله، هذا مش خضوع هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة الخضوع والذلة والتسليم لله الواحد القهار، ما من إله إلا الله وحده جل وعلا. أخطر شيء يمكن يتصب به الإنسان الاستكبار، وحذاري حذاري فعلا، أن الإنسان يتلى عليه كلام الله أو حكم الله جل وعلا في نازلة من نوازل فيرفض ذلك استكبارا. إذا كان الهوى ديالك ما عجبوش هذاك الشيء، راه الأمر خطير جدا من ناحية العقدية عقيدة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، النتيجة ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الكبر خطير جدا، ولهذا ذم الله الكبر بل الذرة من الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في الصحيح من السنة النبوية. أسوأ مرض يمكن يتصاب به الإنسان المسلم وغير المسلم، فالسنن القرآنية عامة، راه ماشي الكلام على اليهود بوحدهم، راه الكلام على اليهود باعتبار أنهم مثلوا هذه الحقيقة ديال الكبرياء في أبشع صورها في التاريخ، ولكن ممكن توجدها في المسلمين، ممكن توجدها في المسلمين مع الأسف بمثل ما كانت عند اليهود بالذات. لكن شنو هو الفرق؟ أن اليهود النسبة الغالبة ديالهم 90% وكثر هكا دايرين، والمسلمين أحد ولله الحمد. يعني هذه الصفات اليهودية الصهيونية في المسلمين يعني قليلة، لكن كاينة. قد تجد من المسلمين من يضارع اليهود في أسوأ صفاتهم، لكن ماشي كثير، ليس بغالب على أمة الإسلام، لكن موجود فيها. أسوأ ما كان في اليهود وأسوأ ما كان في النصارى موجود عند المسلمين، وقد أنذر رسول الله بذلك: لا تتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ما كيكونش يعني هو الطابع الغالب عن المسلمين إلا في بعض توابع، لكن جوهر الأمة الإسلامية جوهر طيب ولله الحمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، نعم رغم ما أصابنا من إفلاس، بقين أحسن أمة بإذن الله، لأنه لما تقارن المسلمين مع الكفار في الأرض هم خير من في الأرض، لا شك في ذلك، في علاقتهم بالله جل وعلا وفي علاقتهم بالحق حقيقة. لا يغرينكم ما عند الآخرين من بهرج، راه عندهم واحد الكبرياء خطير جدا لا يعلمه أولا إلا من عاشرهم هذا من ناحية، وثانيا حينما يتعلق الأمر بعلاقتهم بالآخرين. انصارك يقول لك الآخر هو الجحيم، معروفة يعني حكمة عندهم وجودية الفرنسية، وهذه الفكرة هذه متجذرة في الفكر الأوروبي. أما اليهود خلاص هم المعمل ديال هذا الفكر العنصري، لأنهم يعني يقولوا هم شعب الله المختار، هما يقولوا أبناء الله وأحباءه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. هذا الكبرياء العنصري الآن ما كاين شيء عند المسلمين. هانت سير لأوروبا وسير فين عجبك، تبقى حاس بالغربة، خايف، ما حاسش بأنك بين ممالك ولادك، وهذه الحقيقة متواترة عند العمال وعند غيرهم. لكن ملي كيجي النصرانيين هنا نفرحوا به ونكرموه ونطيبوا له الشهوات اللي عندنا حتى يكون ناشط مع راسته. أخلاقنا والله خير من أخلاقه بسبب ديك البركة 4 واق ديال الدين اللي عندنا، لأنه ولو شعاع صغير من نور القرآن يضوي الكرة الأرضية، وما عندنا من أخطاء وانحرافات أبدا لا توازي ما عندهم من مصائب وكوارث في أخلاقهم في بيئتهم في قيمهم كيفاش ينظروا للحياة. ولذلك
رغم أن هذه الأمة تبتلى ببعض ما عند الآخرين فهي بخير إن شاء الله، ما دام هذا القرآن موجودا بين أيديها، وكلما تمسكت به أكثر وأكثر كلما ازدادت نصاعة إيمانها وارتفعت مقاييس أخلاقها إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى، حتى يكون المسلمون اليقى بشهادة الله لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. من نعم الله عز وجل أنه ذكر لنا المسالب النقائص المصائب ديال اليهود والنصارى حتى لا تقع فينا، وإن وقعت ما تكونش هي الطبع العام، وإن وقعت ما تكونش هي الطبع العام، وإنما نقرأ هذا اليوم حتى لا أقع أنا ولا أنت، كل واحد يحمي نفسه من سوء ما وقع لليهود من كبرياء واستكبار على الله جل وعلا، واللي يتكبر على رب العالمين كيفاش بغيت يدير مع بنادم؟ من باب أولى وأحرى أن بنادم الآخر يعتبره غير حشرات، حشرات، وهذا نراه الآن في التاريخ المعاصر الحي الذي نعيشه أن الآخرون يعتبرون المسلمين حشرات، بينما المسلم والحمد لله لا يلجأ إلى القتل إلا تحت الإضطرار، هذا المسلم الحق، إلا تحت الإضطرار، بل حتى في جهاد الطلبي الغزو اللي كان عند المسلمين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيارات مبدئية قدام الصحابة أعطاها لهم هي الأولوية، إذا كانت فلا يجوز لك أن تقتل الآخر. شي غريب في الحرب ديال المسلمين، شي غريب ديك المثالية اللي فيها ما كاين عند حد، فإذا قبل الإسلام فلا يجوز لك أن تقاتله، لأنه أنت جايب مبدأ، ما جايش تسفك الدماء وما جايش تديله رزقه، جايب مبدأ، جايب عبادة الله تنشرها في الأرض. ولا يجوز للمسلم أن يقتل التارك لسلاحه الفار من المعركة، كي قتلك وشاف راسو تغلب ورمى السلاح وجارب ما عندكش الحق تقتلو، هما يقتلوا الجريح طايح الارض ويقتلوه يكملوا عليه وحش. بعض الاحيان كتسمع شي افكار كيقول لك اليهود خير من المسلمين، هذا وسواس شيطاني، هذا خبل، صافي بنادم بحال هذا تخلط له مخه ما بقاش مقد، عينيه عميين ما بقاش يشوف. بل نهى النبي عليه الصلاه والسلام، نهى في قتال الكفار عن ضرب الوجه، شوف هذه الصفة العجيبة، يعني إذا قدرت في الجهاد الذي سنه الله جل وعلا أنك ما تضربوش الوجه، ما تضربوش الوجه، بقي هذه الأخلاق كاينة في شي حرب دابا، وما يشتتوا بنادم حتى لا تجد له أثارا. الفكر الإسلامي الحقيقي والبيئة الإسلامية الحقيقية ما تنتجي السلاح المدمر، هذاك اللي كيتسميه يعني السلاح الدمار الشامل، ما ينتجوش المسلمين، لأن المسلمين الخدمة ديالهم نقية، لا يقتلون الراهب، لا يقتلون المعتزل للقتال اللي مبعد عليك بعد عليه، لا يقتلون الأطفال، لا يقتلون النساء، شيء عجيب جدا عند المسلمين حقيقة، يا حسرة على العباد اللي ضيعوا حقائق الدين وحقائق القرآن. ولو كان النصارى فعلا لهم من الذكاء في علاقتهم بالكون وعلاقتهم بالحياة لاختاروا الإسلام دينا، لأنه الأليق بداك الشيء اللي يقولوه بفهمهم وما كيطبقوش بأعمالهم، أليق بالحضارة المعاصرة هذه الشريعة، أليق بما يسمونه بحقوق الإنسان هذه الشريعة، أليق بالإنسان المدني المتحضر هذه الشريعة. ولكن لو أنهم لا يستكبرون، العلة في الاستكبار، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. غلف جمع أغلف بحال حمر جمع أحمر صفة، غلف مغلفين، وقالوا قلوبنا غلف يعني القلوب ديالهم أنهم هم يشهدون على أنفسهم بأنهم ما كيتأثروش بهذا القرآن وبهذا الدين، ما يتأثروش، يقرون بذلك، وقرت به بنو إسرائيل وتقر به النصارى في كثير من الأحوال. الله جل وعلا يصف هذا التغليف الذي هو واقع بقلوبهم، أشنو هو السبب دياله؟ غرقهم في الشهوات مما تسبب عن الكفر بالله والكفر بأنبياء الله. النصارى اليوم لا يؤمنون بالمسيح، كذبوا، ما كيؤمنوش بالمسيح غير الكذوب. واليهود اليوم لا يؤمنون بموسى عليه السلام، لأن وصايا المسيح وأحكام موسى عليه السلام ينقضونها رأسا على عقب، كل شيء عندهم مقلوب رأسا على عقب مقلوب عندهم. أما توقير الله جل وعلا وتوحيده فذلك أبعد ما يكونون عنه، ينسبون إليه جل وعلا ما لا يرضونه لأنفسهم، شيء عجيب. ولهذا الله جل وعلا
أرجع سبب تغليف قلوبهم، ذلك الران الذي ران على قلوبهم إلى ما وقعوا فيه من حب الشهوات. فأما اليهود فقد عبدوا المال، يعني اليهودي مستعد بعبه بدرهم، اليهود عبدوا المال. وأما النصارى فقد عبدوا الشهوات جميعا، من الأكل والشرب والزنا والخمر، كل الشهوات، يعني حياة بهامية عند الإنسان النصراني، حتى فقد كامل غيرته، ما بقاش عنده سنتيم ديال الغيرة، لأن الترامي والإغراق في حب الشهوات يفقد الإنسان فطرته، الفطرة ديال البنادم اللي هي الإنسانية ديال الإنسان كيفقدها، ويكون أقرب ما يكون إلى البهيمة، بل كثير من البهائم أفضل. لهذا إذن الله عز وجل حينما قالوا ما قالوا وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم، اللعنة كما قال الإمام الطبري رحمه الله الطرد من الرحمة، كيف ضمعهم رب العالمين ويطردهم من رحمته ويخرجهم من الشقاء، شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. مش ميتهيئ لكش بأنه الإنسان الكافر حينما يزيغ عن صراط الله يعني يعيش حياة مطمئنة أبدا، بل يعيش معيشة ضنكا، وهذا الأمر كما هو متحقق في الكفار يهود ونصارى يتحقق في المسلمين أيضا إن خرجوا عن صراط الله أفرادا كانوا أو جماعات، والواقع ديالنا يشهد بهذا. بل لعنهم الله بكفرهم، هذا الكفر اللي هو هنا جاء صفة أي بما هم عليه من كفر، كفر أنهم غطوا، كفر الشيء يكفروه كيغطيه، فكفروا حقيقة النبوة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكفروا حقيقة الشريعة التي أمروا بأن يتبعوها، وهي ما جاء به عيسى عليه السلام وقبله موسى عليه السلام، كفروا ذلك. علاش؟ لأن الشهوات استحكمت بهم، لأنه بغى يلبي الشهوة ديالو، ماشي بغى يلبي حكم الله تعالى ويستجب لما أمر الله، لا، بغي يلبيه ويشبع غريزته الحيوانية البهامية، هذا الغرض دياله، يريد أن يشبع شهوته وليكون بعد ذلك ما يكون. فلما أغرق في هذا طرده الله من رحمته، والمطرود من رحمة الله يفقد الإحساس بالذنب، كما وقع لإبليس حينما طرده الله جل وعلا من رحمته ورجمه بالشهب الثواقب فكان رجيما، ما بقاش أبدا عنده الإحساس بالذنب. لأنه سبحان الله العظيم، يعني بعض الإنسان يبدأ يقول مع رسول هذا إبليس، يعني قام عندهش جرام ديال العقل، يعني من زمان سيدنا آدم وهو عايش في المعاصي بالمحاربة الله سبحانه وتعالى، رب العالمين ينادي بالهداية وهو إبليس الملعون ينادي بالتضليل، ما عمره ما قال شي جلسة ويفكر بلي راه غادي للعذاب الجحيم ويرجع يتوب الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع. السبب في ذلك أنه ملعون، لعنه الله، اللعنة الطرد من الرحمة، ومن طرد والعياذ بالله من الرحمة فقد الإحساس بالرحمة، ما كيبقاش يحس بالحق، تاه، لا يتذوق إلا الباطل، إلا الظلم والظلمات. فكذلك شأن كثير من الناس الملعونين المطرودين من رحمة الله فقدوا الإحساس بالحق، حتى وإن أعطيتهم الحق يشمئزون منه، طافي تعطيه الحق يجي تخيل وبغيض، ما يقبلش الحق، ما عندوش استعداد أبدا يعيش في الحق وبالحق. هذه النفسية الشيطانية تمثلت في الجن أو تمثلت في الإنسان بحال من الجنة والناس، هذه الأزمة ديال الكفر والكفار. ولذلك تجد الكافر الذي موسخت فطرته مطرودا من رحمة الله جل وعلا، ولما كيسلم شي نصراني أو يهودي عنده واحد المعنى، وهو أن علة النصارى واليهود ما دخلتلوش القلب وما تمكنتش من القلب دياله، بقي على فطرته، وإنما في ضلال الحيرة، كيكون بقي على الفطرة دياله ما خسرش. أما إلى تطبغ بالكفر اليهودي أو النصراني فإنه أنا إذن يكون مطرودا من رحمة الله. إحنا يعني المسلمين الدعاة الخير ما يمكنكش تميز بين هذا وهذا، ما تعرفش، مطلوب إذن تأدي الدعوة للجميع، واللي ربي تعالى باقي ما خسرلوش الفطرة ديالو راه غادي يجي إن شاء الله له ذلك. أما اللي فطرة ديالو يعني تمسخت في خطرة، بحال سيدنا نوح حينما كان يدعو أمته 1000 سنة إلا 50 وأسلم من أسلم،
فأخبره الله جل وعلا بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. فإذا انتهى خبره بحقيقة غيبية ما يمكن يعرفها إلا رسول عن الله، أما غير رسول لا، يعني أن هؤلاء الذين بقوا الآن لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، هما كفار وغادي يولدوا الكفار، لأن الكفر استحكم بالطبيعة ديال هذه البيئة. فالحل ديالها الوحيد أن الله عز وجل يطردها من رحمته ويعاقبها في الدنيا أو في الآخرة أو هما معا. ولهذا سبحان الله العظيم النصارى اللي يسلموا دائما بالمشاهدة أو بالتجربة ما كتلقاش فيهم الكبر، سبحان الله العظيم هذه النقطة ما كتلقاش فيهم، ما فيهمش الكبر، يعني كل النصارى اللي شفناهم أو كانت عندنا علاقة بهم أسلموا سبحان الله تلقى عنده واحد تواضع غريب جدا، بحيث أنه اللي حكيت له خرافة خرافة كيأمن بها، ولذلك في علم كتلقى واحد عدد منهم خلط له الإيمان ديال الدين مع الخريف، كيخصيك تنقي لهم خم الخريف بسبب القابلية عنده الإيمان بالغيب بما جعل الله في قلبه من ذلة وتواضع. وقد يكون من اليهودي مثل ذلك قد، لكن البيئة ديال اليهود مغلقة بحال الحك المسدود، قليل فاش كيفلت شي يهودي من البيئة ديال اليهود ويفلت من التأثير اليهودي بسبب طبيعة التربية اليهودية أنها تربية مغلقة، حتى السكنة ديالهم ما كانوا في يتخلطوا مع الناس، كانوا يسكنوا في الملالح. وهذا الشيء العجيب هو الذي وصفه الله جل وعلا بقوله وقالوا قلوبنا غلف مسدودين بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا 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 ما يؤمنون. هذا الأمر أو هذا المرض، مرض الاستكبار، مرض الران، وقالوا قلوبنا غلف، مرض الران الذي يغلف القلب ويجعله أعمى عن رؤية الحق وإبصار نور الإيمان، فصله الله جل وعلا تفصيلا في القرآن الكريم كلما تحدث عن بني إسرائيل، لأنه يعني كان تجلى في اليهود بواحد شكل كبير جدا، حتى لا يصيب هذا الداء أمة المسلمين. وخا المسلمين يغلطوا ويتلفوا ويضلوا كيبقى الحق حق، كيبقى الحق حق. وما أجمل أن يقر المذنب بالذنب، شيء جميل جدا وعظيم أن المذنب حينما يذنب يقر بالذنب. أما الله يستر يوصل الإنسان لمرحلة ديال أنه يتنكر للذنب، إذن أصابه التغليف ووقع عليه الران واعتل قلبه بالاستكبار، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الكبر بالإثم فاحسبه جهنم ولبيس المهاد والعياذ بالله. هذا المشكل، رك بخير أيها العاصي، ما دمت تجد ألما في قلبك وحسرة في ضميرك أن لست من الصالحين، راه نهار كيولي الفساد والفجور كيما نعبروا باللغة المعاصرة إيديولوجيا، يعني فهامة يزني وعنده الفهامة ديالو أن هذا الشيء مزيان، فذلك إذن فساد كبير. وأي فساد؟ فحينما يعتقد الإنسان في الذنب أنه ذنب وأنه نقصون فهو بخير، ماشي معناته أنه راه هكاك يعني خصو يكون في الذنب، لا خصو يتوب لا شك في ذلك، ولكن راه بخير. ولذلك سيد الاستغفار كما سبق بيانه في واحد الحقيقة عجيبة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، البوء بالذنب الاعتراف به وبثقلي، أنا يا ربي كنتحمل وحدي المسؤولية الكاملة ديال هذا الخطأ، البوء بالذنب اعتراف. فلذلك يعني هذه الحالة النفسية قبل الترفض بالتوبة، وخمس الإنسان ما تابش الحالة النفسية ديال السكران أو الزاني أو السارق أو الغاش حينما يقوم بالعمل وهو نفسيا ما مرتاح، فهذا لا يزال في قلبه خير، عسى أن يأتي به يوما ما إلى حظيرة الإيمان والتوبة. أما الخطر الكبير هو الإنسان الذي يدافع عن الشر، يزني ويعتبر ذلك تقدما، والذي لا يزني كيسمي معقد، هذا إبليس حقيقي، اجتهد بندم، هذا ما بقاش عاصي فاتهله، هذا شيطان، أصدق تعبير وحقيقة، هذا شيطان، هذا هو الشيطان، شيطان ديال بندم. فاللي يعبر عن المعصية ويصفها بعكس ما وصف به القرآن هو شيطان، وهذا هو الداء ديال اليهود والنصارى، الاستكبار. فلا يزال الإنسان بخير ما دام يجد في نفسه رغبة في التوبة وإن لم يتوب بعد، عنده الرغبة باش يتوب، ونقصا
عند ممارسة المعصية وشعورا بالذنب وبتأنيب الضمير لا يزال مثل هذا بخير. والحمد لله عصاة الأمة المسلمة الآن أغلبهم هكذا، وإن كان من حين لآخر كتسمع واحد كيدفع البطل بجراءة تدل على شيطانيته وإبليسيته. اللهم عافنا ولا تبتلينا، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.